الأجواء. حاولوا دائما قربوكم الأجواء هنا داخل المنطقة الشرقية. الطريق هذا بريفيريك، الطريق اللي كديبي على بركان تمشي الناظور بطبيعة الحال، اللي كتسهل يعني اللي مسافر بلا ما يدخل لمدينة بركان كيدوز مع الطريق هذي كيخرج في الطريق الأخرى ديال مدينة الناظور، ماشي سهل على رسول الله سيركيلاسيون. هذا شيء جميل دارتو بطبيعة الحال عمالة ديال بركان جهة الشرق، هاد لي بروجي بحال هادو غادي يساهموا باش انهم يسهلوا حركة السير والتنقل بطبيعة الحال. كما كنعرفوا حنايا خصوصا في فصل الصيف كتعرف المنطقة واحد الحركة غير عادية، خصوصا انها منطقة سياحية وشاطئية بامتياز. كما كتعرفوا كاين السعيدية، كاين كابدولو، كاين الناظور، كاين الحسيمة، كاين سلسلة جبال بليزاس اللي احنا دايزين حداها دابا، يعني كان مجموعة ديال الامور اللي جميلة، مناطق جبلية بحال تافوغالت بحال بزوان بحال بزاف تاع البلايص. كما كتشوفو معنا مشهد جميل. بزاف الناس اللي عارف ما عارفينش هاد الطريق هادي، هادي فرصة مناسبة باش انه يعني مور مدينة الرقادة مباشرة قبل بركان على اليسر، غادي تلقاو البلاكات تما مكتوبة فيها الناظور، تما تدورو الناس اللي باغيين يمشيو يخليو الناظور بطبيعة الحال ولا زيو ولا شي بلاصة من هذا القبيل. بارطاجيو معنا هذا المباشر الاخوان. اذا كما كتشوفوا امامي هذا الطريق قاطع مدينة بركان في النص في واحد الجهه اللي خاويه، كنشوفوا عاوتاني واحد الثوره ديال الطرقات البنيه التحتيه هنا في اقليم بركان. هذا الشيء هذا شحال ما كانش مجموعه ديال الطرقات، مجموعه ديال كان على اليسر بركان نيشان تافوغال توسلوان، يعني هنا الانسان كيدخل كيربح بزاف ديال الوقت. ودخل مدينة بركان لا سيركيلاسيون ستوبات كتكون القضية عامرة خصوصا فصل الصيف، كدوز من هنا بسلام بطبيعة الحال اللي مزروب بطبيعة الحال. بحال طريق سيار، هناك سيار ماشي حتى دوبوا خاوية نقية مقدم مزيان بالإنارة ديالها بكل شيء.
حنا كنفوتو بجانب مدينة بركان كما كتشوفو عمارات البنايات. الطريق تخرج على برا على بركان.